الخلف بيحصل في البيتيوتري، حصل فيها خلف فانكشن وخلف فانكشن. فعشان نفتكر بسرعه كده، البيتيوتري كان فيها بوستيريور جلاند او بوستير بيتيوتري، دي بتطلع انتي ديوريتيك هرمون اوكسيتوسين اللي بتصنعه اساسا هنا في الهايبو خالص. في انتيريور بيتيوتري جلاند فيها الاسيدوفيلز اللي هي هرمون هرمون الجسم كله الجروس هرمون، وهرمون هرمون بريست اللي هو البرولاكتين. وفي البيزوفيلز اللي هي بتطلع الهرمونات اللي بتعمل ستيموليشن في الغدد الصماء الثانيه التي اس اتش والاي سي تي اتش والجونادوتروفيلز. واتفقنا ان الريجوليشن بتاع الانتيريور بيتيوتري هرمون طبعا بتاع الهيبوثالمس بيبقى ضيق في النيرفس ريجوليشن، يعني استثار ديبولاريزيشن وطلع من هنا. طب بتاع الانتيريور بيتيوتري ان دايركت نيرفس ريجوليشن عن طريق انهبيتوري فاكتور او ريليزنج فاكتور. والاسيدوفيل اللي هم الجروث هرمون والبرولاكتين الدوميننت فيهم انهبيشن للجروث هرمون سوماتوستاتين للبرولاكتين دوبامين. البيزوفيلز اللي هي بتاعه التروفيك هرمونز الثانيه الدوميننت فيهم اللي بيطلع فيهم ريليزنج فاكتور. الهايبو فانكشن بقى في الديوتري، لو الديوتري فانكشن بتاعتها قلت ممكن يكون ايزوليتد جروث هرمون ديفيشنسي، ودي حاجه بسيطه مفيش منها مشكله خالص، اللي اسمها الدوار فيز. ممكن يكون مشكله اكبر شويه ان كل البيتيوتري بايظه، الانتيريور بيتيوتري والبوستيريور بيتيوتري والهايبو ثالمس مع بعض، مصيبه من مصايب الزمن اسمها فرولك سندروم. ممكن تكون الانتيريور بيتيوتري بس هي اللي بايظه، يعني الاسيدوفيل بتاعتها والبيزوفيل بتاعتها هي اللي حصل فيها هايبو فانكشن، مرض اسمه سيمون ديزيز. او يدلعوه في احيان ثانيه يقول عليه شيهان سيندروم. فاحنا في الهايبو فانكشن في انتيريور بيتيوتري ايه هي الاشكال بتاعته؟ ممكن يكون ايزوليتد جروث هرمون ديفيشنسي، يعني ايه الخلايا اللي بايظه؟ الخلايا اللي بس. ممكن يكون كومبايند هايبو ثلاميك بيتيوتري ديستراكشن اللي هو الفرولك، يعني دي ودي ودي بايظين. ممكن يكون السيمون او الشيهان سيندروم، يعني دي اللي بايظه، الانتيريور بيتيوتري كلها على بعضها. فاحنا لما بناخد الاندوكرينال ديس اوردر عايزين في كل واحد الكوز والكلينيكال بيكتشر المانيفستيشن. لو كلمه صغيره على التريتمنت يبقى حاجه ممتازه قوي. وانا بذاكرهم برضه احط في بالي انه 90% من مذاكرتي عشان خاطر العملي. يعني ممكن في الاندوكرينال ديزيز كلها محتاج ديزيز او اثنين عشان النظري. لكن الباقي بذاكره عشان العملي والام سي كيو. خلاص؟ فمش ضروري يعني ان انا الكلمه او الحرف مش شرط اعرف اكتبها ازاي بالكلمه، اعرف اكتبها بالحرف. الحاجه الاخيره قبل ما نتكلم ان الصور اللي محطوطه بس هي الصور اللي موجوده في الكتاب العملي، اللي هم بيتصرفوا في الحاجه العملي. افرض مثلا ان انت عايز تخش على النت وتدور على صور جوه الفيسبوك، تدور على صور فلوريدا. هتبقى حاجه جميله ك يعني ترفيه طبي. لكن اللي احنا عايزينه اللي هي الصور اللي بتيجي في العملي اللي هي موجوده في المذكره. خلاص؟ فاول حاجه اللي هي المرض اللي اسمه دورفيزم. قبل ما نشوف بس المرض اسمه دورفيزم، هو غالبا ما هوش مرض. الدورفيزم ده عباره عن واحد قصير وايه تاني معاه؟ فقر. مش معاه حاجه ثانيه. مشكلته بس في الدنيا ان هو قصير. فالدورفيزم بيسموه بالعربي الخزانه. او التقزم. عشان زي ما هنشوف حالا المشكله بتاعته ان هو بني ادم قصير. ايه اللي بيعمل الدورفيزم ده؟ اللي بيعمل الدورفيزم يا اما بيتيوتري كوز، يعني بيتيوتري مش بتطلع جروث هرمون، يا اما ليفر كوز، يعني البيتيوتري بتطلع جروث هرمون كويس بس الليفر ما بيعرفش يصنع السوماتوميدين سي. فالجروث هرمون شغال في الجسم عشان يعمل هايبر جلايسيميا ولايبوليتيك كيتوجينيك افكت، لكن لا بيعمل انابوليك افكت ولا بيعمل كوندروجينيك افكت. فاللي بيحصل فيه ديفكت في الليفر اللي بحرف ال ان ده اللي هو ديفيشنسي سوماتوميدين سي برودكشن، ده اسمه لورين تايب اوف دورفيزم. لورين الاخ لورين ده اكتشف التايب ده من الدورفيزم اللي هو الليفر ديفيشنسي، ان هو لقى فيه افارقه قصيرين. واحنا متعودين ان الافارقه زي اللي بيجوا بيلعبوا عندنا في الكوره في لافيو وبالبيرت والحاجات دي، حاجه يعني ده حاجه ما كده. فهو لقى واد افريقي وبيجني، بيجني يعني بز. فقال ازاي الكلام ده؟ احنا شايفين الافارقه كلهم طوال. فبدا يحلل لهم جروث هرمون.
فلقى الجروث هرمون مش نورمال، هاي ليفل كمان ازيد من النورمال. فوصل ان المشكله في النبر في السوماتوميدين سي برودكشن. فدي اول حاجه اللي هي البوزز اوف دورفيزم، ايه اللي بيعمله. طب الكلينيكال بيكتشر اوف دورفيزم، ايه هي الاعراض بتاعته؟ حط في بالك كده كلمه بالعربي تعملها اكيد للمرض ده، ده القصير المكير. ليه؟ لانه مشكلته ان هو البروث هرمون مش موجود، فعنده ريتارد البروث اول اوفر ذا بادي، فجسمه كله بيحصل فيه نقص في النمو فبيبقى قصير ولكن شكله متناسب. ما هو نموه وقف في ايديه قد رجليه قد الترنك قد الهند قد النك، فستيل الاعضاء بتاعت جسمه ملائمه لبعضها او بروبورشنيت تو اتش اذر. بنعرفها ازاي في الطب؟ بنلاقي الاسبان بتاعه هو لما يفتح ايديه من الصبع ده للصبع ده، ده اسمه سبان. المفروض الانسان طبيعي الاسبان يبقى قد الهايت، الهايت اللي هو من الفيرتكس اعلى حته في الكورتكس لغايه الهيل. فاحنا بنلاقي الاسبان بتاعه بالشكل ده قد الهايت. حاجه ثانيه الابر سيجمنت اوف ذا بادي اللي هو من الفيرتكس لغايه منطقه الحزام اللي هي السيمسس بيوبس قد اللور سيجمنت من السيمسس بيوبس لغايه الهيل. فانا لو لقيت واحد بالشكل ده اقول عليه اسمه متلائم مع بعضه او متناسب مع بعضه. ليه تاني متلائم او متناسب؟ لان في ديفيشنسي اوف جروث اول اوفر ذا بادي، مفيش حته وقف نموها اكتر من الثانيه او مفيش حته زاد نموها اكتر من الثانيه زي ما هنشوف حالا. خلاص؟ فبيبقى مشكلته ان هو قصير بس مش مشكله قوي لانه قصير وشكله مش وحش، شكله ما هوش سيء، جسمه اعضائه متناسقه مع بعضها. عنده ايه مشكله ثانيه؟ ده مش مشكلة، ده حاجة جميلة. بيبقى بيبي فيس. يعني يبقى عنده 20 سنة وتبص له تحس إن هو عنده 10 سنين. يعني علامات الشيخوخة وكبر السن مش بتبان عليه بدري. ما عندوش اتش ديفيشنسي. المشكلة بتاعته في الجروث هرمون بس. التي اس اتش ما فيهوش أي مشكلة، فالثيروكسين بيشتغل كويس، فالبرين ديفلوبمنت عنده كويس. ماشي؟ مش بس كده يا دكتور، ده بيبقى اذكى كمان من اقراره اللي في نفس عمره، عشان كده بيبقى وايز بيرسون. وايز يعني حكيم، فعشان كده بيقولوا عليه انه القصير المكير. يعني هو قصير بس يعني لهلومه شويه وبيفهم بسرعه وبيحفظ بسرعه وبيأدي مطلوب منه بسرعه. ليه اشمعنى؟ ليه الحكايه دي هو بيبقى وايز؟ اصل الجروث هرمون ما بيشتغلش، فمفيش نمو في العضلات ومفيش نمو في العظم ومفيش نمو في الانسجه الثانيه. امال الغذاء اللي بياكله البروتين والفيتامينات والمينرالز ده كله بيروح فين؟ بيروح على البرين. هناخد قدام ان شاء الله البرين ديفلوبمنت ديبندنت اكتر على الثيروكسين مش على الجروث هرمون. خلاص؟ فده بيبقى اوايز بيرسون. ممكن لو سيفير جروث هرمون ديفيشنسي لو حاجه خطيره قوي يعني نلاقي معاه هايبوجينيزم. ممكن احتمال بس ما هوش شرط. لما بيجي يعالج الدورفيزم طبعا العلاج بتاعه ريبليسمنت، ما عندوش جروث هرمون اديله جروث هرمون بس ما هوش شرط. يعني هل شرط العيل الدورفي ده يديله جروث هرمون عشان يتعالج؟ يعني عشان يبقى طويل؟ طب ما تظبط قصير. هو شكله وحش؟ لا ده شكله جميل. هو غبي مثلا؟ لا بالعكس ده ذكي. فالتريتمنت ما هوش اسينشال، يعني مش هيهدد حياته المعيل ده بالخطر، مجرد ان هو هيزوده في الطول. خلاص؟ المشكله بتاعت الجروث هرمون هو بروتين النتشر او بول بروتايب، عشان اصنع بروتين او بول بروتايب بيبقى حاجه مكلفه جدا. فالكورس بتاع التريتمنت بتاع الجروث هرمون يكلف اكتر من 20,000 جنيه. يعني عشان واحد ياخد جروث هرمون في مرحله الطفوله عشان يعوض له الافشنسي ويخليه ميزه الطبيعي يكلف اكتر من 20,000 جنيه. فدي ويحسبوها كده هو ليه مشكله هيبقى قصير ولا مش هيقدر مش هيقدر شكله هيبقى وحش لا شكله مش هيبقى وحش. طب عايزين تعبوه الفاندنج لا مش عايزين تعبوه الفاندنج خلاص مش مشكله ما هوش اسينشال. الدورفيزم لما بيتقال مرسل كده للدكتور يعني اصلنا الاتيوتالي دورفيزم لما بتتقال مرسله كده اصل كلمه دورف في اللغه معناها قزم. ممكن يكون التقزم ده جينيتيك، واحد قصير هو الجينيتيك بتاعته كده، ممكن يكون التقزم عنده عيب في الجول، ممكن يكون التقزم اسباب كتيرة قوي. لو كان سبب الجروث هرمون يبقى اسمه بيتيوتري دورفيزم. لما بنقول دورفيزم كده من غير ما نلزق فيه حاجه يبقى اصلنا على البيتيوتري دورفيزم. ماشي؟
يعني زي ما هناخد الكلام ان شاء الله لما بنقول دايابيتس هتلاقي في انواع كتير قوي للدايابيتس، سكندري دايابيتس والبرايمري دايابيتس والسيكندري دايابيتس والاخرين دايابيتس. لكن لما بنقول دايابيتس كده من غير ما نلزق فيها حاجه يبقى اصلنا دايابيتس لان مشكلته البنكرياس. خلاص؟ فدي اول خلل في الفانكشن بتيوتري اللي هو الهايبو فانكشن بتيوتري. لا مش هايبو فانكشن بتيوتري، هايبو فانكشن اوف جروث هرمون سكريشن فقط، ايزوليتد جروث هرمون ديفيشنسي. يا اما بتيوتري يا اما اللورين بتاع الليفر اللي هو اللورين تايب. المشكله بتاعته احط في كلمه كده عشان ما انساش، قصير مكير مشكلته المصير بس، بالعكس ده هو وايز اذكى من الناس الثانيه. ممكن اعالجه او ممكن اعالجه بس ما هوش حاجه ضروريه، مش هيحصل حاجه لو ما اتعالجش يعني. بعد كده بقى المصيبه، مصيبه المصايب الزمن اللي اسمها الفرولخ سندروم. الفرولخ سندروم بيبقى ديستراكشن او اندمج في الهايبوثالامس والانتيريور بيتيوتري والبوستيريور بيتيوتري. الله الله، يعني ايه اللي شغال في جسمه الدكتور؟ يعني هو دلوقتي ما عندوش اي غده صماء شغاله ما عدا اللي نوت اندر كنترول اوف هايبوثالامس اللي معيشينه بس البنكرياس والباراثايرويد. لكن انت لما تبوظ الهايبوثالامس والانتيريور بيتيوتري يبقى طبيعي هيبوظ معاهم الثايرويد، وطبيعي هيبوظ معاهم الادرينال كورتكس، وطبيعي هيبوظ معاهم الجونات. فالفرولخ سندروم ده بيبقى حاجه يعني مصيبه كده، كل الحاجات دي باظت. شكلها الثاني ازاي؟ اعراضها ازاي؟ عشان ما انساش اقول ان ده ديزيز جامد قوي، ديزيز. واروح مزود فيه اخلي الدي تبقى حاجتين والاي تبقى حاجتين والاس تبقى حاجتين. اول حاجه دايابيتس انسيبس، ما هو ما عندوش انتي دايبيتك هرمون. ثاني حاجه ديستربت بادي تمبريتشر اند سليب باتر. اشمعنى بادي تمبريتشر اند سليب باتر؟ اصل اللي بيتحكم في البادي تمبريتشر وفي النوم الهايبوثالامس، ماشي؟ فلما تبص الهايبوثالامس تلاقي يعني ممكن لو حط في حته حر شويه درجه الحراره تعلى قوي، لو حط في حته ساقعه شويه درجه الحراره تقل قوي. ما عندوش كنترول ميكانيزم على البادي تمبريتشر، ما يقدرش يعمل زي اللي هم بيسموه الحيوانات ذات الدم الحر، ان انت لو حطيته في ساعه الحر في حر الحر، هو حسب درجه حراره الجو اللي حواليه. بعد كده بيبقى ما عندوش جونادوتروفين، فبيبقى فيه انفانتيليزم. انفانتيليزم انفانت يعني لا مش طفل، طفل يعني شايب انفانت يعني حديث الولاده لغايه سنتين. كلمة infantilism يعني السكس اورجنز بتاعته شبه بتاعت الانفانت مش بتاعت الطفل. الشبه بتاعت تشايلد هود اللي هو مثلا من سن سنتين ل 10 سنين او 12 سنة، لا شبه بتاعت الانفانت يعني حاجة مش بتتشاف، حاجة سمول سايز سكس اورجن لايك انفانت، عشان ما عندوش جونادوتروفين ولا جروث هرمون ولا سيكوسين ولا أي هرمونات تانية. بعد كده انكريز ابيتايت وانجريز بادي ويت، فبتعمل له اوبيسيتي. لان اللي بينظم الفود انتيك هو الهايبوثالامس، اللي هايبوثالامس باظ فبيبقى عنده على طول انجريز ابيتايت. انجريز ابيتايت فبتقوم عامله له اوبيسيتي. اخر حاجه اللي هي ستاندرد جروث وستيوبل بيرسون. ستاندرد جروث معناها شورت، معناها قصير. وستيوبل لان الثيروكسين مش موجود فعنده منتال ريتارديشن، تخلف عقلي. فشفت المنظر الوحش قوي ده؟ يعني دايبيتس انسيبيتس بيغرق نفسه ستيل سليم وانكريز ابيتايت، ما بيشبع اكل ولا نوم، بياكل كتير جدا وبينام كتير جدا. فمن الاكل الكتير قوي والنوم الكتير قوي يبقى عنده اوبيسيتي. حاجه بتهدد حياته بالخطر ان هو ما يقدرش يعمل كنترول للبادي تمبريتشر، وتخلف عقليا قصير انفانتيليزم، حاجه شكل سيء جدا يعني. خلاص؟ بيدلعوا اسم الدلع بتاعه اللي هو الفروق سندروم ده، يقولوا عليه ديستروفيا اديبوزا جينيتال. يعني فرويد اسم الراجل اللي وصف السندروم ده. لما يجي يوصفه بقى بالتفصيل يقول لك ديستروفيا يعني عنده ستاندرد جروث يعني سايبر،
اديبوزو يعني ثقيل عشان بياكل كتير قوي وبينام كتير قوي. جينيتاليس عشان الانفانتيليزم. ده اللي اسمه فرولك سندروم. كان في بتاع زمان شيبس كده اسمه كالبوس او كالبوس، فكان بيبقى مرسوم عليه الواد اللي بيدرس مع الانجليزي حاجه تخينه كده. الفرولك سندروم ده شبه كده، تخين جدا، انفانتيليزم، قصير قوي، كيمو قصير، شكلها شديد جدا يعني. وستيو، خد ساعتين، والاسود. بياكل كتير لان انت بينظم الاكل وبينظم درجه حراره الجسم الهايبوثالامس. فالهايبوثالامس لما بيقوس بيبقى درجه حراره الجسم مش منظمه، السليب بتاعك مش منظم، الابيتايت مش منظم. خلاص؟ الفرولك سندروم احنا هنتقاطع فيه كتير قوي واحنا بنتكلم في السي ان اس. يعني السي ان اس في بقى بنتكلم بدل طيب خلص خاص يعمل ايه في الجسم، يعمل حاجه شبه الفرولك سندروم. ماشي؟ اخر حاجه اللي هو السيموند او الشيهان سندروم. السيموند او الشيهان سندروم معناه ايه؟ بان هايبو بيتيوتاليزم. يعني الانتيريور بيتيوتالي هي البوزن بس البوستيريور شغاله كويس، الهايبو بالانس شغال كويس. فكل الهرمونات بتاعت الانتيريور بيتيوتالي مش موجوده. المشكله دي ايه اللي ممكن يعملها؟ اللي ممكن يعملها ان يحصل في الانتيريور بيتيوتالي ايرادييشن، تيومر او اسكيميا. فالحاجات دي لما بتحصل يعني نقص في البلد سبلاي بتاع الانتيريور بيتيوتالي او تيومر وبلغص الخلايا بتاعت الانتيريور بيتيوتالي او الراديشن اشعاع، واحد عنده سرطان في المخ فبنعالج له السرطان ده فبوظ الانتيريور بيتيوتالي. لما انت تيجي تسال نفسك طب افرض مثلا ان حصلت اسكيميا، اشمعنى تجيب الانتيريور وتسيب الاستيريور؟ افرض ان واحد عنده سرطان في المخ وانا بعالجه بالراديشن بديله اشعاع كده، اشمعنى يعني نجيب الانتيريور ونسيب الاستيريور؟ لان الحاجات دي يا دكتور بتاثر على الاكتف سيلز. هو الاستيريور بيتيوتال فيها اكتف سيلز، ده نيرف اكسونز وفيها فيزيكال في الاخر، يعني ما فيهاش خلايا بتنقسم وتعمل سكريشن. امال الحاجات دي تجيب ايه؟ تجيب الخلايا النشيطه اللي بتنقسم وبتعمل سكريشن. يقوم لو نقص الدم دي تتاثر اسكيميا، لو في الراديشن تبوظ دي. فده اللي بيبوظ الانتيريور بيتيوتري اللي هو ممكن يكون الراديشن، تيومر او اسكيميا. فيجيب ايزوليتد انتيريور بيتيوتري. لو كان السبب لو كان بوست بارتم هيموريش اللي هو نزيف بعد الولاده، ففي الحاله دي بيسموه شيهان سندروم. فلو البيتيوتري باظت لاي سبب في الدنيا اسمه سيمون ديزيز. لو كان اللي بوظ البيتيوتري بوست بارتم هيموريش بنسميه شيهان سندروم. ليه يا عم شيهان ده عمل ايه؟ كان سيمون نصف سندروم من زمان بتاعه وقال اعراضه كذا وشكله كذا. شيهان ده جه لقى ست مثلا بيحصل عندها المشكله دي بس بعد الولاده، فيسالها انت ولادتك الطبيعيه؟ تقول له الله يبارك له الدكتور الفلاني وقعد جنبي ساعتين وبعد ما ولدت نزفت. فهو استنى كده انه بعد الولاده بوظ الاكتيف بيتيوتري. ليه تاني يا دكتور؟ اصل الست وهي بتولد مين اللي شغال عندها اكتر؟ السيرو بيتيوتري ولا الاكتيف بيتيوتري؟ اكيد الدم رايح للسيرو بيتيوتري اكتر لما بتولد ده. بتولد من اوكسيتوسين. فحصل لها اسكيميا في الانتيريور بيتيوتري. هنا دم كتير. هنا الانتيريور بيتيوتري اوريدي اسكيميا ديورنج ليبر. هي بتولد اوريدي عندها اسكيميا. زيد الطين ما بالك ان حصل لها بوست بارتم هيموريج، يعني الدم اللي في الجسم كله قل. يوم اللي جت اسكيميك دي اللي بتتدكك ممكن يحصل فيها نيكروزس. فشيهان وصف الحكايه دي ان افتر ليبر الهيموريج او البوست بارتم هيموريج بيأثر على الانتيريور بيتيوتري لان اوريدي كان فيها ريلاتيف او اسكيميا بالنسبه للبوستيريور بيتيوتري. احنا اللي يهمنا في الموضوع ده ان السيمون ديزيز بيجي في الرجاله والستات، الشيهان سندروم بيجي في الستات بس. لا عشان ابقى محدد اكتر، الشيهان سندروم بيجي في الستات بوست بارتم هيموريج.
يعني لو الست باظ عندها البيتيوتري نتيجه تيومر او نتيجه ديرفاديشن او نتيجه اي حاجه ثانيه في الدنيا ستيل اسمه سيمون ديزيز. ايه الفرق بينهم في الكلينيكال بيكتشر؟ هم نفس الكلينيكال بيكتشر نفس الشكل، بس الفرق بينهم اللي هو السبب. خلاص؟ ايه بقى مشكله السيمون ديزيز او الشهام سندروم ده؟ ان الانتيريو بيتيوتري بايظه، يعني مفيش بروف هرمون، مفيش برولا كتير، مفيش تي اس اتش، مفيش اي سي تي اتش، مفيش جونادو تروفيل. فتقريبا مفيش هرمونات شغاله في الجسم غير الانسولين ومرض تيرويد هرمون. فاحنا عشان نفتكره كده ايه الاشكال بتاعت الشهاب سندروم، اقول في ثلاث علامات مميزه في 3 انفراينا فيلير، ثلاث غدد بتبوظ، في ثلاث حاجات تقل في الجسم. العلامات المميزه دي اللي هي ايه؟ بروجيريا، افينيا، مينتال ديتيريوريشن. الثلاث غدد اللي بتبوظ تاني، الثيرويد بتبقى بايظه، الادرينال كورتكس بتبوظ، الجوناد بتبوظ. مفيش هرمونات في الجسم فالجلوكوز يقل، مفيش تصنيع للار بي سيز، الار بي سيز تقل، فيلير اوف لاكتيشن. فالاعراض بتاع السيمون ديزيز ايه هي؟ الثلاثه المميزين دول اللي هم البروجيريا، الافينيا، المينتال ديتيريوريشن. الاندوكراينال اورجنز الثانيه كلها باظت، مفيش هرمونات فبيقل في الجسم الجلوكوز، بيقل في الجسم الار بي سيز انيميا، فيلير اوف لاكتيشن. كلمتين كده على كل واحدة، كلمة بروجيريا معناها إيه؟ برو يعني قبضة، جيريا يعني شيخوخة، فهي شيخوخة مبكرة، يعني الست تلاقي عندها 35 سنة بس تبص في وشها تحس إن عندها 70 سنة. نبص في وشها تحس إن عندها 70 سنة إزاي؟ هو إيه علامات الراجل العجوز؟ إيه علامات الشيخوخة؟ لوس أوف هير شرانكن سكين، جلدها مكرمش والشعر بيقع. فدي أول حاجة اللي هي البروجيريا. في ناس بيسموها تريماتيور سينيلتي، تريماتيور يعني قبل الاوان، سينيلتي يعني شيخوخه، نفس الاسم اللي احنا بنستعمله هو البروب جيريا. افينيا معناها ايه؟ وهن بدني. فاكر المايا افينيا بتاع سنه اولى افينيا جريفز؟ فلو جه وهن في العضلات بنقول عليه ماي افينيا. لو وهن في الجسم كله بقى في العضلات في غير العضلات بنقول عليه افينيا. يعني ديكريز فيزيكال اكتيفيتي. اصل انا ايه اللي بيشغل الجسم بيخلي عميد العضلات تشتغل والليفر تشتغل والكبد تشتغل واي حاجه في الجسم تشتغل؟ الهرمونات. الوقود بتاع الجسم اللي بيشغل الجسم بالهرمونات ما عادش فيه هرمونات، فالمجهود قليل قوي في الجسم كله. مينتال ديتيريوريشن مش ريتارديشن، مش تخلف عقلي. اصل هي وصلت خلاص مرحله نضوج مخها بقى في مرحله ماتيور، لكن الوظائف بتاعته بتبقى قليله، يعني مش بتركز مثلا، مش بتفتكر، بتحكي لها حاجه على ما تفهم من ده بتقول ايه، بتاخد مجهود كبير شويه. فخلي بالك مش منتال ريتارديشن، مش تخلف، مش بتبقى مجنونه، بس مجهودها الذهني قليل. خلاص؟ فعشان ما تتسهمش هم كلهم ريليتد ببعض، يعني نقص في المجهود الذهني، نقص في المجهود البدني، اللي هي من علامات الناس المسلمين. بس الكلام ده كله بيحصل انت يا دكتور في سن بتاع 30 بين 35 ل 40 في اوائل الاربعينيات، ماشي؟ بعد كده بيبقى فيه هايبو فانكشن اوف ثيرويد، هايبو فانكشن اوف ادرينال كورتكس، هايبو فانكشن اوف جونات. هل الثيرويد اللي فيها مشكله؟ لا. هل الادرينال كورتكس اللي فيها مشكله؟ لا. هل الجونات اللي فيها مشكله؟ لا. امال المشكله فين؟ في البنزين اللي بيشغلهم. فاحنا عشان نفصلهم كده نحددهم بنقول عليه سكندري هايبو فانكشن. عشان تفهم ان العيب مش فيهم هم، العيب في اللي جاي لهم من فوق، العيب في البيتيوتري. فبيبقى في سكندري هايبو ثيرويديزم وهنقوله مع الهايبو ثيرويديزم. سكندري هايبو فانكشن اوف ادرينال كورتكس وهنقوله مع الادرينال كورتكس. وسكندري هايبو جوناديزم وهنقوله مع الجونادز مع البرودكشن. فهنتكلم عليهم بالتفصيل قدام يعني. بعد كده بيبقى في انيميا. اصل اي هرمون في الدنيا بيزود الابسس فورميشن، اي هرمون بلا استثناء غير ما تفكر يعني. فالهرمونات كلها لما تقل يبقى فيه ديكريز في الار بي سيز فورميشن. هايبوجلايسيميا
فاكر لما قلنا المره اللي فاتت الانسولين في كفه والهرمونات كلها الثانيه في كفه، الانسولين بيقلل براد الجوز وكل الهرمونات الثانيه بتزود. طب انا كده عملت ايه في السيمون ديزيز ده؟ كل الهرمونات الثانيه ما عادتش موجوده، اللي شغال سور لوحده في الجسم ما حدش بيعكسه اللي هو الانسولين، فيقل قوي براد الجوز. الانتيرور بيتيوتري لما بتبوظ البرولا كتير ما عادش موجود، فبيبقى فيه فيلير اوف لاكتيشن، ودي اول علامه بتبان والكاركترستيك قوي للشيهان سندروم اللي هو وصف يعني سرق السنه بتاعته من سنه ووصف كده. وتخيل انتيرور بيتيوتري اسكيميا وقال اللي بيحصل معاه كده نتيجه الفيلير اوف لاكتيشن. ماشي؟ ممكن حالات السيمون، ممكن بعض الحالات يجي معاها ترانزيانت بولي يوريا، يعني يبقى في زياده في اليوريا. الناس السوزج يعني بتحب يمشي الموضوع كده، بيقول لك عشان مفيش انتي دايريتك هرمون ففي دايريتس انسيبلس. ده المشكله بتاعت السمن والشهامه دكتور، بان هايبو بيتيوتاريزم اوف ادينو هايبوفيسيس، يعني ما تمدش ايدك هنا خالص، حط ايدك هنا. فهي مش مشكله انتي دايريتك هرمون نهائيا، مش البوليوريا بتاعت انتي دايريتك هرمون، بس البوليوريا نتيجه فيلير اوف موديفيكيشن اوف يوريا. اصلا ايه اللي بيغير تكوين اليورين عن الجلد؟ ممكن يمتص حاجه من اليورين، ممكن يعود امتصاص كالسيوم زي الكروث هرمون مثلا، يعود امتصاص صوديوم زي الالدوسترون الهرمونات دي. طيب الهرمونات دي مش موجوده، فالبلازما بتعدي الكبدي بتطلعها زي ما هي تقريبا يعني، خلاص؟ فعشان في فيلير اوف موديفيكيشن الكبد ما بتعرفش تعمل موديفيكيشن او تغيير في اليورين عشان ما فيش هرمونات. ماشي؟ ده اللي هو السيمون ديزيز. فدي اول حاجه اللي هي الهايبو فانكشن اوف بيتيوتري فانكشن، يا اما ايزوليتد جروث هرمون اسمه دوارفيزم، يا اما مصيبه انتيرور بوستيرور وهايبو ثالاموس اسمه فرولك سندروم، يا اما انتيرور بيتيوتري بان هايبو فانكشن كل الانتيرور بيتيوتري بايظه اللي هو السيمون، او لو حصل نتيجه بوست بارتر هيموريج يبقى اسمه شيهان سندروم. ماشي؟ ممكن واحد يسال يعني طب ليه ما فيش ديزيز في الانتيريور بيتيوتري نتيجه نقص البرولاكتين؟ ليه ما فيش ديزيز نتيجه نقص التي اس اتش؟ عادي نظريا ممكن يحصل، بس عمليا اكشوالي الدكاتره ما شافوش في الهايبو فانكشن اوف انتيريور بيتيوتري غير انه يكون يا جروث هرمون بس، يا انتيريور بيتيوتري مع مستير بيتيوتري مع هايبوثالاموس، يا انتيريور بيتيوتري كامل. خلاص؟ ده احنا بنشوفه في الحياه اللي الدكاتره شافوه هو ده. ما شافوش عيل عنده تي اس اتش بس بايظ والباقي شغال سليم. ما شافوش ست عندها البرولاكتين بس ما بيطلعش والباقي كله شغال كويس. لكن شاف ولد عنده الجروث هرمون ما بيطلعش والباقي كويس. خلاص؟ ماشي؟ فمش شرط يعني يمشي بالورقه والقلم كده ناخد كل هرمون اقول لما يحصل ايه ولا يحصل ايه. دي الحالات الكلينيكال الدكاتره بيشوفوها. بعد كده الهايبر فانكشن اوف انتيريور بيتيوتري اوف بيتيوتري سوري يا اما يكون في ايزوليتد انكريز في الجروث هرمون قبل البلوغ اسمه جايجانتيزم، بعد البلوغ اسمه اكروميجاني، يا اما يكون في ايزوليتد انكريز في الاس تي اتش، يا اما يكون ايزوليتد انكريز في البرولاكتين هايبر برولاكتينيميا. وزي ما قلنا لسه حالا دي اللي الدكاتره شافوها او عرفوها في البيتيوتري، يا اما واحد عنده الجروث هرمون بس اللي زايد يفرق قبل البلوغ عن بعد البلوغ، يا اما واحد عنده الاي سي تي اتش بس هو اللي زايد، يا اما واحد عندهم البرولاكتين بس هو اللي زايد. ما شافوش يعني للاسف واحد عنده تيومر في البيتيوتري بيطلع له جونادوتروفينز، ما شافوش جونادوتروفين بس بتطلع لا ما فيش. ما شافوش واحد عنده تي اس اتش زياده ايزوليتد كده، ما شافوش واحد عنده سوري مثلا دول اللي هم الاكسبشن يعني،
لكن هم شافوا جروث هرمون زياده وسي دي اتش زياده وبروله كتير زياده. فاول حاجه اللي هو انكريز سكريشن اوف جروث هرمون لو قبل البلوغ بنسميه جايجانتيزم، لو بعد البلوغ بنسميه اكروميجالي. فاول حاجه اللي هو اسمه جايجانتيزم او ناس بيقولوا عليه جيجانتيزم او ناس بيحبوا يسموه جاينتيزم. عارفين في الكمبيوتر جيجا معناها ايه؟ يعني في بايت على الموبايل، يعني انت بتلعب في النت كده يقول لك بايت يعني حاجه صغيره، ميجا بايت يعني اكبر شويه، ميجا يعني كبير، جيجا يعني حاجه بقى بالهبل. او بيقول عليه جاينتيزم، كلمه جاينت معناها عملاق او ضخم. فاكرين الجاينت سيل بتاعت الاميونيتي الخلايا اللي هي الكبيره قوي بتاعت المناعه اسمها جاينت سيل. فده اللي هو بيسموه بالعربي ده العملاقه. او العملاقه ايه اللي بيعمله؟ انكريز سكريشن اوف جروث هرمون بس بيفور بيوبرتي او بيفور يونيون اوف ايبيفيزس. طب ايه المشكله بتاعته؟ الدورفيزم كان مشكلته ان النمو واقف في الجسم كله. طب ده يبقى مشكلته ايه؟ ان النمو زياده بلس النمو في اللينير جروث اوف سكيلتون زياده خلاص. فالجاينتيزم ده او الجاينتيزم بيبقى ايه اعراضه او ايه المشكله بتاعته؟ خلي بالك زياده في الجروث اول اوفر ذا بادي، زياده في السكيلتال جروث في اللينير جروث. الجروث هرمون بيزود الجلوكوز فبيبقى عنده هايبر جليسيميا، بيزود البيزل ميتابوليك ريت بيبقى عنده هاي بيزل ميتابوليك ريت. يعني كل حاجه بزياده. للاسف ما عدا هايبو جوناديزم. واقدر حاجه اسمها بريشر مانيفستيشن وشورت لايف سبان. فكلمتين كده على كل واحده. الجنرال جروث بقوله برضه غلط كبير، يعني قلبه كبير وكبده كبير والكليه كبيره والسبلين كبير والسكن كبير وصوابع كبيره. السكيلتال جروث اللينير جروث الجروث الطولي بيبقى كبير، ممكن يبقى طوله يعدي 2 متر 2 متر و10 سم. فعشان كده بيقولوا عليه جاينت يعني عملاق. في هاي بيزل ميتابوليك ريت، هناخد ان شاء الله قدام بالتفصيل يعني ايه بيزل ميتابوليك ريت. بس البيزل ميتابوليك ريت ده اللي هو البي ام ار، ممكن تقولوا بالعربي كده معدل استهلاك الطاقه ديورنج ريست. وانا مستريح الهرمونات كلها بتزود معدل استهلاك الطاقه لانها بتزود الانزيماتيك اكتيفيتي. فلما يبقى الجروث هرمون زياده معدل استهلاك الطاقه في جسمه يزيد ومعدل انتاج الحراره في جسمه يبقى زياده. الجروث هرمون هو نفسه بيعمل كده او بيزود الاكتيفيتي بتاع الثيروكسين والتي اس اتش، يعني هو له دايركت افكت او بيزود الثيروكسين الشغل بتاعه. فبيبقى عنده محدد حرق الطاقه او استهلاك الطاقه في جسمه زياده. هايبر جلايسيميا الجلوكوز ماشي في السماء، لو طال الموضوع شويه بيعمل بيرن اوت في البنكرياتيك سيل يحصل له دايابيتس. مشكلته البنكرياس؟ لا ده البنكرياس شغال كويس، ده البنكرياس بيشتغل عشان في هايبر جليسيميا. امال مشكلته فين؟ ان البيتيوتر بتطلع جروث هرمون زياده، فعشان كده نميزه الدايابيتس ده بيقول عليه بيتيوتري دايابيتس. يعني دايابيتس مش عيب في البنكرياس خالص، ده عيب من الجروث هرمون بزياده. المصيبه بقى بتاعته ان هو عنده هايبر جوناديزم. فبيبقى هيلث طويل وضخم وعملاق وحاجه من بره هبه هبه ومن جوه هايبوجوناديزم. ليه الهايبوجوناديزم؟ اصل لما الاسيدوفيل يحصل فيها مرض وتكبر شويه يوم بتدي له جروث هرمون بالعبيط تكبر شويه بالعبيط اكتر، تكبر شويه بالعبيط اكتر واكتر، تكبر شويه بتعمل كومبريشن على البيزوفيل. يعني الاسيلوفيل عدد سيل فبتزود الجروث هرمون فبتعمل له زيادات كده.
لما بتكبر هي في الانتيرو بتكبر بتكبر حاجه في السويس قد كده يعني، فبتعمل كومبريشن على الميزوفيلز، يقوم تنقص المونادوتروفيلز، يقوم تعمل له هايبو جوناديزم. فالهايبو جوناديزم ده بيجي نتيجه ايه؟ نتيجه بريشر باي اسيتوفيل اون ميزوفيلز. بيبقى عنده بريشر مانفستيشن ثانيه هنتكلم عنها هايبر بروجكتينيميا، يعني اعراض الاندوتريالي تضخمت او كبرت جوه السكر. بيبقى عنده شورت لايف، يعني مش بيعيشوا فترات طويله. في ناس بيقولوا مثلا مش بيعيشوا ايه؟ اكثر اسباب موتهم الكارديوميجاني، تضخم القلب ده ممكن يموته. حاجه ثانيه الهايبر جلايسيميا اللي عمرها بتنزل في الانسولين او الدايابيتس. حاجه ثالثه ناس بتحذر يقول لك عرضه اكثر للحوادث. يعني ممكن هو ماشي يخبط في حاجه، ممكن هو راكب الميكروباص يتعور، ممكن لو حصل حادثه في اي حته اقل واحد بيبقى عنده قدره ان يحصل له مجال ويغرق هو ده. خلاص؟ فده اللي هو الجايجانتيزم او الجاينتيزم. طب لما نيجي نعالجه نعالجه ازاي؟ انت حاجه تعمل انهبيشن السكريشن في الروف هرمون فبيتعالج بيه السوماتو استاتين. ده اول حاجه في الهايبر فانكشن اللي هي بيفور بيوبرتي او ان شايف هول او بيفور يونيون اوف هيبوثيسس. مش مستاهل انك تعلمها يعني تقول افتر او ان اذر هول. ده هو الاسم اكرو ميجان هيبان يعني. ده فرق كبير يعني. لو عايز تعلمها كده ماشي. لو زاد الكروس هرمون بقى بعد سن البلوغ او بعد الانفيسس هيبقى ايه الشكل بتاعه؟ نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. يعني بيبقى فيه هاي بيزر ميتابوليك ريت، يعني معدل استهلاك الطاقه في الجسم زياده، يا الكروس هرمون نفسه يا بيشغل الفيروسين اكتر. هايبر جلاسيميا دايابيتس، نوع من الدايابيتس بنسميه بالكتر دايابيتس، انسنسيف تو انسولين، فاحنا كده الانسولين السكر ما بينزلش. عنده هايبرجوناتيزم، بريشر باي اسينوفيل وميزوفيلز، عنده اذر بريشر مانيفستيشنز. ماشي؟ الفرق بين ده وده ان ده قبل البلوغ فبيبقى فيه زياده في الجروث خاصه في الدينيال جروث، فممكن طوله يزيد يوصل اكثر من 2 متر. طب ده خلاص ما عادش فيه لينير جروث، الزياده بتاعته في الطول ما عادتش ممكن تحصل. امال لما الجروث هرمون يزيد بيحط غله فين؟ في الثيكنس اوف ذا بون. فين تاني؟ النمو مش بون بس، بيحط غله في الكونكتيف تيشو، الكارتريج، السوفت تيشو، السكيلتال ثيكنس. ففرق الاكروميجالي عن الجيجانتيزم ان ده بيبقى فيه زياده في الجروس وزياده في السكيلتال لينير جروث. طب ده ما عادش فيه لينير جروث، ما عادش بيزيد في الطول، فممكن الجروث هرمون يشتغل فين؟ في المناطق اللي فيها كونكتيف تيشو، في المناطق اللي فيها كارتريج، في السوفت تيشو بتاعت الجسم، في السكيلتون بس الثيكنس يعني الوايت. كلمتين على كل واحده كده، الكونكتيف تيشو اللي هو موجود فين؟ زي ما موجود سب وتنس كونكتيف تيشو. فبيعمل له علامه مميزه قوي يبقى عنده كورسنينج اوفيشال او كورسي كورسيز فيسز اللي هم بيسموها بالعربي الوجه سو علامات مميزه او يعني ذو معالم بارزه. يعني تلاقي دي كبيره قوي، تلاقي دي كبيره قوي، وجهه فص ماشي؟ تلاقي في الكارتريج في نمو زياده، الكارتريج بتاع النوز الكارتريج، فيبقى عنده لارج نوز لارج اير. تلاقي عنده سوفت من لارج هيبات اوميجا دي، كارديو اوميجا دي، سبرين اوميجا دي، اي حاجه في الجسم ملزق فيها ميجا دي، بضل من جمله الاجل ميجا دي. بيبقى عنده سكيلتال جروث بس وايدنينج، وفي الثيكنس بتاع السكيلتون يقوم يعمل له ايه؟ اكروميجالي بون ديفورميتي سباين ديفورميتي. اكروميجالي اللي هي بتفرقه قوي بتميزه عن الجيجانتيزم، فعشان كده بنسميه بالاسم ده.
يعني ايه كلمة أكرو؟ أكرو معناها أطراف، إكستريمز، ميجال يعني تضخم. عارفين الإكستريمز اسمه ميجال كبير أوي، أو في الكمبيوتر مثلا الميجا حاجة كبيرة، أو لما بتبقى يعني باظت كده يقول لك فاكر ميجا يا عم، فاكر ميجا حاجة. فحاجات بلا عبيط بس فين؟ في الأطراف بتاعته. فتلاقي عنده الأطراف اللي هو إيديه ورجليه تضخمت جدا، لدرجة إن ممكن لو واقف كده ممكن إيديه تنزل تحت ركبته. يعني شوف أنا عشان أعمل الحركة كده أعملها إزاي؟ لا هو إيديه من كتر ما تتضخم، الهاند بتاعته من كتر ما تتضخم ممكن وهو واقف كده تلاقيه نازلة تحت الركبة. أقل مقاس في الجزم بيلبسه مقاس 49، أقل حاجة. الفوت بتاعته كبيرة جدا. شكلك بتلبس كام؟ ايه؟ اصل بص كده بص كده انا 49 دي كبيرة ولا ايه؟ فدي اللي هي الاكروميجاليز اللي هي الاكستريميتيز بتاعته، الاطراف بتاعته بتبقى كبيرة جدا. ليه بتتك على دي؟ وليه مسميين اكروميجاليز؟ عشان ده اللي فرقه عن البني ادم ده بيزيد في الطول طول اوفر ذا بادي، فستيل بيبقى جسمه متناسب ماشي مع بعض. يعني هو ضخم وعملاق بس ايديه ماشيه مع جسمه ماشيه مع رجليه، لكن ده ايديه مش ماشيه مع وسطه وجسمه ورجليه مش ماشيه مع وسطه وجسمه. خلاص دي اللي هي اول حاجه الاكروميجالي. تاني حاجه البون ديفورميتي، عشان السوفت السكيلتون بينمو في الثيكنس، فالبون اللي ممكن يحصل لها الضف اللي هي البون اوف ذا سكال اللي هي المانديبول، فيبقى عنده بروترودد سوبرا اوربيتال ريتش. بروترودد يعني بايز او في نتوب، يعني دي عنده تبقى طالعه لبره كده شويه. بروترودد مانديبول، المانديبول بتاعه بيبقى بيسموه بروكن فيست اللي هو المانديبول لما يطلع لبره. المجزله بتكبر قوي وعدد البون عدد سوري الاسنان اللي موجود فيها سائل، فيبقى عنده سيلانيه شكله فتيل، اسنانه متفصله عن بعضها لمسافات كبيره، فدي اللي هي البون ديفورميتي. يبقى اخر حاجه عنده سباين ديفورميتي، ما هو من دول من البون اللي بتنمو بعد الميرفيزز اللي هي الفرتبري، فالفرتبري قاعده تزيد في النمو بتاعها من غير ما هي يزيد. فدي قاعده تكبر وتطول، التكنس بتاعها يزيد ودي ما بتزيدش، يقوم يتقوس كده. هو بيكبر من هنا وما بيكبرش من هنا. يبقى عنده الادب اللي هو الحناء الضهر ده اسمه كايفوزز. كلمه كايفوزز معناها الادب او الحناء في الضهر. عشان في نمو في الفيرتبري ومش معاه نمو في اللونج بول اوف ذا شيست. خلاص؟ فده هو الشكل بتاعه. تاني كده الاكروميكانيكي هو زياده الجروث هرمون افتر بيوبرتي او افتر ريفيزز او افتر ادلت. ايه اللي يفرقه عن الجيجانتيزم؟ البيزل ميتابوليك ريت والجلوكوز والهايبوجوناديزم والبريشر مانيفستيشن هي نفسها موجوده هنا موجوده هنا. هنا في جنرالايت جروث ولينير جروث، هنا ما عادش فيه لينير جروث. طب احط الرجل فين جروث هرمون؟ كونكتيف تيشو كارتلج. لو انت خلي وشه مع جيبه مفضل الكارتلج لارج ديل لارج نوز. سوفت تيشو اي اورجن في الجسم بيكبر اورجانو ميجالي. سكيلتال جروث بس في تيكنس او وايتنينج اللي هي في البونز اللي بنسميها فلات بونز تعمل اكروميجالي الاطراف، بون ديفورميتي في السكال والمانديبول، بروترودد سوبر اوربيتال ريتش مانديبول بروترودد بروكن سيف، مجزله كبيره وعدد الاسنان سابق يبقى سيباريشن اوف تيل. ديفورميتي في السباين تعمل له كايفوزس. ماشي؟ شفت المسلسل الكبير اللي هو ده اسمه الاي مش فاكر اسمه ايه بالظبط، اشرف ماشي. شفت الشكل بتاع اشرف؟ شفت الغوره بتاعته؟ بتاع الفرق ده اسمه البروجانسيز، اسنانه متفصله خالص يعني سيبريتد. شفت كف ايده قد ايه؟ حاجه يعني هو الاكروميجالي. فده اللي هو الشكل بتاع الاكروميجالي.
بلاش يا عم اشرف، شفت فلافيو اللي كان بيلعب في الاهلي؟ فلافيو ده كان عليه جبهه قد فخدته تقريبا، يعني تحس ان الجبهه بتاعته الجبهه المنطقه دي تحس انها حاجه بوكس كده، حاجه كبيره قوي. العيال اللي بيجوا عندنا الافارقه كلهم بيبقى شكلهم بالشكل ده، يعني عندهم تضخم وعندهم معلقه وعندهم. فده الشكل بتاع الاكرو ميجابين. قبل ما ننهي على الهايبر كولاب كيميا، ممكن واحد يقول بلاش اشرف خالص وبلاش رؤيه، لان بشوف السودانيين كلهم تقريبا عندهم تقريبا يعني. لان بتخيل كده ان لما بتفرج على كاس امم افريقيا العيال السود كلهم عندهم الاكرو ميجابين. خلي بالك بقول الحته المهمه دي، امتى بنقول عليه ديزيز؟ لو واحد الكمبيوتر بتاعته كده والاسيدو فيه بدل ما هي قد كده والبيزو فيه قد كده، حصل تضخم في الاسيدو فيه عشان تطلع جروث هرمون على حساب البيزو فيه، ده يبقى اسمه مرض. لو قبل البلو اسمه جايجانتيزم، لو بعد البلو اسمه اكرو ميجا. طب الراجل السوداني، الراجل السوداني الكمبيوتر بتاعته مش كده خالص، الكمبيوتر بتاعته قد كده، فالاسيدو فيلز بتاعته هي الطبيعيه قد كده، ولو مؤاخذه البيزو فيلز والبولاتو فيلز الطبيعيه بتاعته برضه قد كده، فده مش حاله مرضيه. ان يكون في تضخم في البيتيوتري كلها، اصل دول ربنا بسمع كنتين في ظروف صعبه، فربنا عامل لهم البيتيوتري بتاعتهم عشان طلع لهم جروث هرمون كتير وطلع لهم ثيروكسين كتير وطلع لهم سي اتش كتيره وطلع لهم اي سي تي اتش ام نانوسايد ستنتيف هرمون اكتيفيتي وخليهم متلونين ومسكوتين اكتر. فده ما هوش مرض ان يبقى في البيتيوتري كلها كبيره والكومبوننت بتاعتها كلها كبيره، ما هوش مرض. ده اللي هم بتوع افريقيا كلهم. امال امتى يبقى حاله مرضيه؟ لو الجروث هرمون اللي هي الاسيد فيه كبرت على حساب الباقي، ده يبقى اسمه ديزيز بقى، ده اللي هو التيومر هو بيعمل سيتويشن للهرمون. خلاص؟ فاللي انت بتشوفه في التلفزيون ما هوش مرض خالص. ليه؟ لان البيتيوتري بتاعتهم كلها هايبرتروفايد. الاي سي تي اتش ان شاء الله لما بيزيد بيعمل مرض اسمه كوشنج، هنتكلم عليه في الادرينال كورتكس بالتفصيل. اللي عايزينه اخر حاجه اللي هو زياده البرولاكتين الهايبر برولاكتينيميا. يعني ممكن لو قلت كده اكتر من تلت او نص ستات مصر اللي مش بيخلفوا هي سبب عدم الخلفة عندهم هايبر بروتين. اكتر من ربع الرجال اللي عندها عقم او تاخر في الانجاب، ازيد شويه عن كده، ايه سبب قله الانجاب عندهم؟ الهايبر برولاكتينيميا. فحاجه منتشره كثيره جدا وبتحصل نتيجه اخطاء طبيه كتيره جدا وبتمنع الخلفه او بتعمل عقم كتير جدا، فموضوع مهم قوي الهايبر برولاكتينيميا. فاحنا عايزين نقول ايه كوز الهايبر برولاكتينيميا وايه هي الكلينيكال بيكتشر في الهايبر برولاكتينيميا. فاحنا اتفقنا ان البرولاكتين طالع من اللاكتوتروب او الماموتروب سيل بتاعت الانتيريور بيتيوتري. مين اللي عامل عليه كنترول؟ الدوبامين كدوميننت انهبيتوري فاكتور.
ممكن يكون له ريزنج فاكتور ممكن يكون له ريزنج فاكتور اللي هو الثايروتروبين ريزنج فاكتور. وفي حاجات ثانيه بتعمل ستيميشن حاجه ثانيه بتعمل ستيميشن بس احنا عايزين الدوبامين واحد الثايروتروبين ريزنج فاكتور. فايه اللي ممكن يخلي البرولاكتين يبقى زياده بقى؟ ايه اللي ممكن يخلي البرولاكتين ليفل يزيد؟ اول حاجه ان الدوبامين ما يطلعش من الهايبوثالامس، ان يكون في تيومر في الهايبوثالامس او اسكيميا في الهايبوثالامس فبتعمل انهبيشن للدوبامين سكريشن. طب حاجه ثانيه ان يكون الدوبامين انا مدي دواء يعمل له انهبيشن. الدوبامين ده دكتور نوع من الكاتيكول امينز، لا مش نوع، ده الاب الروحي بتاع الكاتيكول امينز، يعني الادرينالين والنور ادرينالين بيجوا من الدوبامين. فانا عشان انقص الادرينالين والنور ادرينالين امتى محتاج انقصهم؟ في ادويه علاج الضغط. يعني احيانا مثلا بنعالج العيان من الضغط المرتفع، يبقى هدفنا ان احنا ننقص له الكاتيكول امينز اللي هي بتزود الضغط، فنديله دواء يعمل له دوبامين ديفيشنسي، دوبامين ديبليشن، ينقص الدوبامين. فهي الادويه مثلا اسمه الدوميك او الفا ميثايل دوبا، افتكرته مش مهم، ما افتكرتوش مش فارقه. ادويه اللي هي تريتمنت اوف هايبر تنشن ممكن تعمل دوبامين ديفيشنسي. ممكن حاجه ثانيه تعمل دوبامين ديفيشنسي تمبوراري اللي هو الاستريس، تعمل ستريس تمبوراري يعني مؤقت دوبامين ديفيشنسي فتعمل تمبوراري هايبر برولاكتينيميا. فدي اول حاجه اللي هي الدوبامين ديفيشنسي على الليفل اوف هايبوثالامس، يا اما في تيومر باوز هايبوثالامس يا اما في ادويه منقصه الدوبامين اللي هي علاج الضغط المرتفع، يا اما تمبوراري ديفيشنسي اوف دوبامين اللي هو الاستريس. احنا مش هنقوله في السي ان اس يعني، بس عموما كده الدوبامين ده الماده الكيميائيه بتاعه المود المعتدل، المود المظبوط. يعني انا كل ما بنبسط اكتر وافرح اكتر، لما بنبسط اكتر ليه وافرح اكتر ليه؟ عشان الدوبامين في مخي بيزيد. الحاجات اللي بتحلوها عشان تهيف وتحس الواحد ان هو مبسوط كلها بتلعب على ايه؟ على انها تزود في المخ الدوبامين. فالدوبامين ده هو اللي بيظبط لك دماغك وبيخليك تعمل حاسس ان انت بتنسمك. لو واحد عنده ستريس او واحد عنده ايموشن او واحد متضايق او متنرفز، الكلام ده كله بيحصل نتيجه الدوبامين ديفيشنسي. فدي الحاجات اللي بتعمل دوبامين ديفيشنسي على الليفل اوف هايبو ثالامس. ممكن الدوبامين يتصنع كويس بس مش بينتقل في الكورتال سيركيوليشن، مش بيوصل للانتيريور بيتيوتري، عشان في تيوما وفي ثرومبوزز في ديستراكشن في الحته دي في الكورتال سيركيوليشن. ممكن بيتصنع كويس وبينتقل كويس بس البيتيوتري مش بيستجيب ليه، اللاكتو جروب دي برين سنسيتيف للدوبامين عشان في دوبامينرجيك ريسبتور بلوكر. يعني مدين دواء يقفل الدوبامين ريسبتور. زي ايه مثلا؟ ادويه تقفل الدوبامين ريسبتور. ده الدوبامين ده بيعمل مود وبيعمل انبساط وبيعمل انسجام. فلو زاد قوي في واحده دكتور زياده عن اللزوم بيخلي الانبساط زياده عن اللزوم، اللي هي حاجه شبه الجنان يعني. يعمل له مانيا، يعمل له شيزوفرينيا اللي هو بيقول الانفصام او الجنان. فالادويه بتاعت النفس الامراض النفسيه دي بنعالجها ازاي؟ بندي دوبامين بلوكر يقفل الدوبامين يقوم يرجعه تاني للطبيعي. من السايد افكت بتاعت الدوبامينرجيك ريسبتور بلوكر انها زي ما قفلت الدوبامين عشان تخلي المود يقل شويه بتقفل الدوبامين فبتزود البرولاكتين. فدي اللي هي الثلاث حاجات الهايبوثالامس والبيتيوتري اللي هو يا اما دوبامين ديفيشنسي يا اما الافكت في الترانسبورت يا اما ريسبتور بلوكينج على الماموتروب دوبامينرجيك ريسبتور بلوكر. ممكن البرولاكتين يزيد تاني زياده ليه؟ عشان في اكسس ستيميوليشن للاكتوتروب، الخلايا دي حصل فيها سرطان فبتطلع دوبامين بزياده، يا اما من البيتيوتري يا اما اوت سايد البيتيوتري زي البرونكوجينيك كارسينوما. فاكر عند الهيدر هرمون؟ سوري السيده اللي هو سندروم فينا بروبيت اندوكرين سكريشن طلع بزياده، فالسرطان يعني خلايا اتهبلت وبدات تعمل سكريشن فبتطلع حاجه مش برولاكتين شبه البرولاكتين. فممكن يكون من البيتيوتري او نان بيتيوتري، حته بره البيتيوتري بتطلع البرولاكتين.
ممكن يكون مرور كتير جدا في الجسم هو بيطلع طبيعي بس الجسم مش بيتخلص منه ليفر فيلير او رينال فيلير فبيبان انه يشتغل في الجسم فترات طويله قوي يقعد الهاف لايف بتاعه كتير لانه ما بيحصلوش ان اكتيفيشن ممكن الدوبامين حصل له سيتريشن زياده او اكسس ستيميليشن للنكتوتروب من نقص الثيروكسين او زياده الاستروجين مش حضرتك لسه قدنا الاستروجين لما بيزيد بيزود البرولاكتين الثيروكسين لما بيقل بنقص البرولاكتين بيزود البرولاكتين سوري فلو واحده عندها هايبوثايرويديزم او بتاخد استروجين بكميات زياده شويه كان زمان في الطب معنا العام بتاخد استروجين كتير زمان يعني دلوقتي ما عادش بيقول الكلام ده ففي الاولد كنت اسيبت البيلز ممكن يزيد البرولاكتين لو لم اخذ الدخول يعني واحده عندها انتنس او انتنس برولونج اريتيشن اوف نيرف وانت بتقرا كده بتلاقي حاجه ايه؟ سيميوليتنج مش ستيميوليتنج سيميوليتنج يعني يشابه او يحاكي يعني عندها على طول حاجه شبه السايكلينج ريفليكس مش السايكلينج ده كان اكتر ليفل البرولاكتين بيوصلوا ديورنج سايكلينج فاكر؟ اكتر حاجه اعلى حاجه في الدنيا ممكن يوصلها ديورنج سايكلينج يعني هي بتطلع مثلا عيال الزقازيق كلها يحطوا عيل وبعدين يشيلوه في واحد تاني لا عندها مثلا ثراكوتو مسكار كانوا فاتحين عمل لها عمليه ومكان الجرح ده جه قصاد النبل فعلى طول عندها اريتيشن في النبل عندها هيربز زوستر لما الواحد بيجي له برد بيطلع حاجه زي فيزيكال هنا كده فيقول لك انت محربص ولا ايه ده هيربز فده فيروس بيجي لما المناعه تقل ممكن حظها الطين الفيروس ده يجيبها اراوند النبل فعلى طول يبقى عندها اريتيشن ايه اللي مغفز كده؟ ان ده موجود كتير جدا في البروستيتيوتس البروستيتيوت اللي هم العاهرات عشان على طول عندهم برولونج تنس ستيميوليشن في نبل فتستغرب قوي تلاقي الهامش دي مثلا يقول لك نفس خد خدي في النفس او يسرى مثلا تقول لك نفس ابقى اصل حتى لو انت سليم استحاله يحصل يعني تلاقي البرولونج نبل عندها بعد 5000 مش 300 والكلام ده حاجه بالعبيط يعني فدي في ناس كتير قوي من دول يعني فلما تيجي تشوف الاسباب بتاعت الهايبر برولاكتينيميا انت كطبيب ممكن تتعرض لها ازاي؟ خلي بالك اهو لو انا دكتور بعالج بتاع قلب اوعيه دمويه وبعالج الضغط المرتفع ممكن اعمل للعيال هايبر برولاكتينيميا الناس اللي عندها ستريس بيحصل لها هايبر برولاكتينيميا لو انا دكتور امراض نفسيه وبعالج حالات الفصام والاكتئاب والجنان ممكن اجيب للعيانين كلهم هايبر برولاكتينيميا لو انا دكتور بتاع نساء وبدي كونتراسبتيف بيلز من الانواع القديمه دي ممكن اجيب للعيان هايبر برولاكتينيميا لو دكتور جراحه وثيرابوتوم اسكار ممكن يجي للعيان هايبر برولاكتينيميا السبب الاشهر من هايبر برولاكتينيميا هو الستريس السبب الاكثر انتشارا يعني واحد انفار واحد زعلان واحد فالدوبامين عنده بيقل شويه فالبروتين عنده بيزيد خلاص ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت الهايبر برولاكتينيميا في بريشر سيمبتومز وفي مانيفستيشن اوف برولاكتين انكريز فاول حاجه اللي هي اسمها البريشر سيمبتومز اصل البيتيوتري دي لما بتكبر مش بتكبر في الهواء كده ده بتكبر جوه المخ والمخ مقفول عليه بالسكاف فالبيتيوتري لما الحجم بتاعها بيزيد يقوم تزود الضغط داخل المخ فاسمه ايه الضغط لما يزيد داخل المخ؟ الانترا كرينيال تنشن فلما بتزود الانترا كرينيال تنشن ممكن تعمل هيدك صداع ممكن الاسيدوفيل لما بتضغط على البيزوفيل لما بتكبر الاسيدوفيل وبتعمل كومبريشن على البيزوفيل تعمل هايبوجوناديزم
زي ما كنا بنقول كده الهايبوثالامس فيها نيوكليس اسمها سوبر اوبتي. البيتيوتري والهايبوثالامس لازقين على طول في الفيجوال باث واي. فلما بتكبر البيتيوتري بتضغط على الفيجوال باث واي بتعمل حاجه اسمها هيمي انوبيا. هنبقى نتكلم عليها في سبيشال سنس بالتفصيل ان شاء الله. يعني خلل في المجال الابصاري في حتت ما بتعرفش تشوفها كويس. فدي اللي هي المانيفستيشن مش سببها ان البروتين زياده خالص، سببها ان البيتيوتري كبر. فلاقيها مع الناس اللي عندهم جايجر كيست، الاقيها مع الناس اللي عندهم اكروميجالي، الاقيها مع الناس اللي عندهم هايبر بروتين. حاجه ثابته اسمها البريشر مانيفستيشن اللي هي تاني هيدك هايبوجوناديس هيمي انوبيا. ممكن يعني تجيب النرفات اللي بتغذي العضلات الخلفيه للعين تقوم تعمل فاليسس في العضلات الخلفيه للعين، لكن المسافه اللي هم الثلاثه يتشيلوا. طب نتيجه بقى ان البرولاكتين زياده ايه المشكله؟ هو البرولاكتين كان بتاعي سكريشن اوف ميل وجروث اوف، وكان الممر الجلاند ده جزء من الجونادز فكان بيأثر على البونادز صح؟ فلما يزيد البرولاكتين هيبقى في سكريشن في الميل، هيبقى في جروث في البريست، هيبقى في افكت على البونادز. بس تفرق قوي هل هي في ميل ولا ميل. فاول حاجه ان هو السكريشن اوف ميل اسمها جالاكتو تريجر. ري يعني فلو، جالاكتو يعني حاجه شبه الجلاكتوز، مش ماتيور ميلك يا دكتور. الماتيور ميلك بيبقى فيه لاكتوز. ده حاجه بتستهلك كده، بيسموه ديسشارج ديبل او سكريشن فروم ذا بريست او جالاكتو افرازات من البريست. دي بتيجي في 80% من حالات الهايبر برولاكتينيميا لو ست، 30% في حالات الهايبر برولاكتينيميا لو راجل. ليه 30%؟ ليه في الرجاله اقل من الستات؟ لان الراجل عنده اندروجين. فالاندروجين بيعمل بلوك للريسبتور بتاعت البرولاكتين. فيخلي البرولاكتين ما يشتغلش براحته، ما يعملش جلاكتوريا. تحصل امتى؟ لو في فيري هاي برولاكتين ليفل. لو البرولاكتين ليفل زاد قوي. الناس بيقولوا الجلاكتوريا دي ما بتحصلش في الفيميل الا اذا زاد البرولاكتين ليفل عن 100. طب هو الطبيعي كام؟ فاكره؟ 10 20. يعني بتبدا تحصل لما يزيد 10 اضعاف يبدا يعني جالاكتو ريا. طب بالنسبه للبريست ديفلوبمنت والجروث، لو حصل في الفيميل بيبقى البريست ديفلوبمنت والديفلوب حاجه اسمها متكامل بيوبرتي، بتبقى ويل ديفلوب يعني يبقى البريست راوندد وكبير وتنس وكونجستد وكبير جدا. لو حصل في الميل نو جاينيكو ماستيا. كلمة ماستيا يعني بريست، جاينيكو يعني نسا. يعني علم النسا بيسموه جاينيكولوجي. الولادة اسمها اوبستاتيك، الشيخوخة مثلا اسمه جيرياتريك، الأطفال اسمه بيدياتريك. فاحنا استخدمنا النهارده مثلا جيرياتريك تكنولوجيا اللي هي بتاعت السن. جاينيكولوجي يعني نسا. لو البريست بتاع المين بقى شبه الفيميل نقول بريست شبه الستات، نقوم نسميها جاينيكو ماستيا. ما بيحصلش في الرجاله جاينيكو ماستيا، يعني ما فيش حالات هايبر بروتينيميا بيحصل معاها انلارجمنت اوف ميل بريست عشان يبقى شبه الفيميل بريست. ليه اشمعنى؟ اصل الميل عنده اندروجين ليفل عالي، فالاندروجين بيعمل انهبيشن للريسبتور بتاع البروتين في البريست. يعني عشان ابقى متخيلها كده، الميل عنده اندروجين قد كده وبرولاكتين قد كده. زاد البرولاكتين سنه طز، زاد البرولاكتين كمان طز، زاد البرولاكتين كمان طز، زاد البرولاكتين كمان. ممكن يبدا يعمل ستشارج بير نيبل. امتى ممكن يكبر البريست ويخلي يحصل فيه جايبينكم مصري؟ لو البرولاكتين بقى اعلى من الاندروجين. العيان بيموت قبل، بيموت من التيومر او المشكله دي قبل ما يبقى عنده البرولاكت. العيان الراجل قبل ما يبقى البرولاكتين ليفل اعلى من الاندروجين ليفل. مشكله الهايبر برولاكتينيميا الحقيقيه لا هي في دي ولا هي في دي.
ايه يعني واحده بتنزل في الشمس مش كده خالص. البريست بتاعها كده بيبقى شكله اجمل كده يعني بيبقى راوند ومنتجون وديفولت وحاجه يعني رهيبه. امال ايه المشكله؟ الهايبو جوناديزم بيبوظ الاثنين السكس اكت والسكس فانكشن يعني الوظيفه والسبيرتوجينيسيس بيبقوا مش مظبوطين. بالنسبه للفينيل بيعمل لها الريجولار سايكلز عدم انتظام في الدوره وانفيرتيلتي غالبا بيبقى في صوره امينوريه توقف في الدوره بس ممكن يجي في اي صوره ثانيه. المهم فيها انها بتبقى الريجولار عدم انتظام. بالنسبه للفينيل بيعمل امبوتنس وانفيرتيلتي. امبوتنس يعني عدم قدره على الانتصار، انفيرتيلتي يعني عدم قدره على الخلفه. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان دي مالهاش دعوه بيها. يعني ممكن واحد عنده انتصاب كويس قوي بس ما عندوش استغلال. فيبقى كويس بيعمل ساتسفاكشن بس مش هيكمل. ممكن واحد يبقى عنده استغلال وكويس قوي بس ما عندوش انتصاب. فده عنده قدره انه يخلف بس مش بيعمل ساتسفاكشن في السكشوال انتربورس يعني. خلاص؟ ده بيبوظ الاثنين. بيبوظ السكس اكت والسكس فانكشن الاثنين يبقوا بايظين. عشان هي اهم حاجه واخطر حاجه واول حاجه بتتاثر بزياده البرولاكتين فبنقول ايه الميكانيزم اللي بيعمل سبريشن للجونادا الفانكشن باي اكسس برولاكتين. لما نيجي نشوف الجوناد كده بتشتغل ازاي؟ ادي الاوفر مثلا بيشتغل المكنه اللي بتشغله الجوناد الكوفيل اللي هو ال ال اتش اللي جاي من البيتيوتري اندر هايبو فيراميك كنترول الليزنج فاكتور. لما بيطلع استروجين الاستروجين بيعمل بوزيتيف فيدباك بوزيتيف يوم يخلي الست ان الدوره بتاعتها تمشي ويحصل لها اوفيوليشن. البرولاكتين الزياده بيعمل ايه؟ بيبوظ اي حاجه من دول. يعني رقم واحد انهبيشن اوف سكريشن اوف جونادوتروفين يخلي البيتيوتري ما تطلعش الجونادوتروفين. رقم اثنين بيقفل الريسبتور بتاعت الجونادوتروفينز على الجونادز. رقم ثلاثه بيخلي الفيدباك اللي بين الاستروجين والهايبوثالاموس ما يحصلش. فدي اللي هي الميكانيزم اوف انهبيشن اوف جونادا فانكشن باي اكسس برولاكتين. يا اما بيمنع الجونادوتروفين يا اما بيقفل الريسبتور بتاعتها على الجونادز يا اما بيمنع البوزيتيف فيدباك. هنبقى ناخد ان شاء الله قدام شويه في البرودكشن ان الفيميل عشان يحصل لها اوفيوليشن لازم ال اتش يجننها كده يزيد ويقل ويزيد ويقل لازم يبقى سايكل الهرمونات تزيد وتقل. البرولاكتين لما بيزيد بيخلي ال اتش شكله عامل كده كونتينوس ما بيخلوش يزيد الزياده دي ما بيخلوش يعمل السيرج او البيك. فمعلش هم صابرين رزقين شويه بس هيبان وقت لما تاخد البرودكشن مؤقتا الهرمونات بتاعت الفيميل بتبقى بالس تايم يعني لازم تزيد وتقل وتزيد لانها في دوره في سايكل فلازم في السايكل تزيد وتقل. البرولاكتين لما بيزيد ما بيخليهاش بالس تايم مش بيخليها تزيد وتقل بيخليها كونتينوس ريليز فده ما بيخليش يحصل عندها اوفيوليشن. في ناس بتزود سبب هنا في الفيميل اونلي انه ممكن يعني اكتيفيتي في الادرينال كورتكس ويطلع منها سكس هرمون. السكس هرمون بتاعت الادرينال كورتكس بتبقى ميل سكس هرمون فبتخلي الفيميل يبقى عندها انهبيشن اوف جونادز بالشكل ده. بيميزوه عن دي ازاي؟ يعني لو انهبيشن في البيتيوتري او الهايبوثالاموس او الفيدباك او نتيجه ادرينال اندروجين سكريشن بيبقى معاها هير سويتيزم. كلمة هير سويتيزم يعني ديستريبيوشن اوف هير ان فيميل سيميلر تو ميل. يعني تبدا الفيميل مثلا يطلع لها شنب بدل ما تحلق دقنها كل اربع خمس اسابيع تحلق دقنها كل اسبوعين. يبدا شعر العام وشعر البطن يختلف شويه يبقى شبه الميل. ماشي؟ فدي اللي هي اسمها الهير سويتيزم اللي هي الشعر بتاع الست يبقى شبه الشعر بتاع الراجل. ماشي؟ ده الموضوع المهم جدا اللي اسمه هايبر بروتينيا
تاني بسرعة. الأسباب بتاعته أقسمهم ثلاثة وثلاثة. الأعراض بتاعته بريشر مانفستيشن وهايبربروتينيميا بريشر ثلاثة وهايبربروتينيميا ثلاثة. الميكانيزم اوف انهبيشن اوف جونادز واحد اثنين ثلاثة. فالأسباب بتاعته تاني يا إما الدوبامين مش بيطلع يا إما بيطلع مش بيتنقل يا إما الريسبتور مش بيستجيب ليه. الدوبامين ريسبتور بروفامين يا إما في اكسس ستيميليشن اوف لاكتوفرول بيتيوتري تيومر او ايد سايد بيتيوتري اكسس اكشن ان هو ما بيحصلوش ريموفال من السيركيوليشن او حاجه سيميليتنج سايكلينج ريفلكس او ستيميليشن اوف لاكتوفرول. البريشر مانيفستيشن هيديك وهايبوجوناديزم وهيمي انوبيا. المانيفستيشن اوف اكسس برولاكتين ديسشارج اسمه جلاكتوريا انلارجمنت اوف بريست وهايبو جوناديزم. بيفرق اول فيميل عن الميل. الفيميل يبقى باين فيها اول موضوع الميل في تلت الحالات ديسشارج مفيش بريست ديفلوبمنت خالص. الافكت على الجونادز الميكانيزم اوف انهبيشن اوف جونادز يا اما بيقفل الريسبتور بيمنع السكريشن اوف جونادز يا اما بيقفل الريسبتور بتاع الحمل الجوناز يا اما بيعمل انتراكشن للبوزيتيف فيدباك. في بعض الستات بيطلع ادرينال اندروجين اللي هي ست مين سكس هرمون فممكن تعمل لها هير سويتيزم. البرولاكتين لما بيزيد بتطلع الادرينال مانيفستيشن كده. بس لما بتبدا الزياده بتاعته اكتر حاجه حساسه لي شوف سبحان الله مش البريس اكتر حاجه حساسه لي بعدها الهرمون. فعشان كده الست اللي عندها الهايبر برولاكتينيميا الاماره بتاعتها كده لما تشتكي للدكتور دوره غير منتظمه واحيانا افرازات من البريس. حتى لو ما فيش افرازات من البريس اي واحده عندها عدم انتظام للدوره فالدكتور بيقول لها اول حاجه بسم الله قبل ما نبدا روح حلل هرمون اللبن. زي ما اتفقنا اكتر حاجه بتعمل الهايبر برولاكتينيميا اللي هي التمبوراري اللي هي الستريس هايبر برولاكتينيميا. فاكرين لما قلنا في النوم في العسل؟ في ناس كتير يا دكتور مش بتخلف يعني واحده مش بتخلف من الراجل ده تطلع تتجوز واحد تاني لا يخلفها وهو يسيبها يتجوز واحد تاني لا يخلفها لانها متجوزه وصف مثلا مش بتحبه او فرق او العكس هي بتهزقه وهو محبط من ناحيتها هو كيف كده يعني. لكن ممكن لو واحده تانيه يخلف منها. في واحده مثلا مش بتخلف من بعد ما عملتها في لانها ده بجد والله مش هزار لما تخش البيت يعدي اسبوعين تسمع كيفيش ضربات مش عارف مين فين كانت ثاني يوم ضربات مسكين. فمن الكلام بقى انت عملت انت وقفت سويت ايه فبتلاقي حملتك وقفت تاني شهر حلمت على طول. فاكتر حاجه بتعمل هايبر بروتينيميا على الاطلاق هو التعب النفسي هو ستريس ده. ماشي؟ ده احنا اتكلمنا فيه النهارده المهم النظري هايبر بروتينيميا. الحاجات بقى اللي زي ما اتفقنا عشان العمل يبقى بنسيب